خليني اشرح سؤالي. يعني انت بعد ما قعدت شويه وقعدت فتره في الاعداد وقعدت، يعني ما حسيتش ان الفتره دي كانت هي فتره التدريب اللي احنا بنقول عليها فتره ان انت تقارن تشوف نفسك تقول انا ايه ناقصني؟ يعني انا عملت ده وبدليل ان انا لما قالوا لي زيع انا زعت شويه ووقفت بطلت. يعني هم خلاص سابوني انا قلت لهم لا انا مش عايز ازيع تاني. ليه؟ اكتشفت ان انا مش مؤهل. الموضوع مش موضوع ان اي حد عايز يزيع يطلع يزيع. اكتشفت ان انا مش عارف اتكلم، مش عارف اتعامل اتحاور مع الناس. لا الموضوع مش مجرد ان انا شايف نفسي قدام المرايه بكلم نفسي تمام، لا في حوارات وفي مواضيع وممكن اتزنق في سؤال لازم اتعلم ارد عليه. فانا اللي رحت وقتها كان مديري المباشر استاذ محمد عبد الغفار، قلت له انا مش هينفع ازيع تاني. قال لي ادي النيله يا ابني انت عايز ايه يا ابني؟ طب خلاص نعمل نشغلك ايه؟ قلت له لا انا هروح اتدرب ابقى مذيع. قال لي خلاص انت طلعت. قلت له لا انا عايز اتدرب. كان وقتها رحمه الله عليه استاذ محمود سلطان، عرفت انه في تدريب في المبنى نفسه وعرفت التدريبات ازاي ورحت اتدربت. وقفت فتره لا تقل عن سنه سنه وشويه. بعدها رجعت بقى، كان وقتها مدير البرامج كان يوسف الحسيني، ورجعت ليوسف قلت له يوسف انا جاهز. انا يا بمزاجك انا جاهز انا مش جاهز. قال لي طيب هنشوف. كويس ان هو يوسف ما شتمش. يعني انت عارف يعني لا هو انا ممكن ما بحسن الموقف الحقيقه. وكملت مشوارك الاذاعي بنجاح وانت اتنقلت لمنبر تاني وعملت كلام مع علمين.